الفطار ده ولا ايه؟ فطار ملوكي، كرواسون بالجبنه تشيدر والتركي والبيض.
كرواسون جبته من بيكري صغير كده جنبي في وسط البلد في شارع البار اسمه بانز، هحط اللينكات بتاعته تحت. تحفه بصراحه، الراجل بيعمل محل صغنن قد كده، بيعمل بيكريز ومخبوزات تحفه تحفه، الريحه تحفه. هدوء بقى، او مش هدوء، هفطر. صباح الفل. فطار ملوكي ملوكي. كومبينيشن رائع، الكرواسون صراحه تحفه. بجد المكان اللي جبته منه صغير جدا جدا يعني، مساحته صغيره قوي، بس بيعمل حاجات فريش كل يوم، وبيعمل كميه صغيره جدا بتخلص بيقفل. ريحه تهبل، وجبه ممتازه الصراحه، فطار ملوكي ملوكي. جربوه هتنبسطوا قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتسبسكرايب في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات. صباح الفل.